تقع على القطاع الخاص وأيضا القطاع الأكاديمي مسؤولية اجتماعية مشتركة في توعية المجتمع في مختلف المجالات، ويأتي في مقدمتها أكيد القطاع الصحة والتغذية. ومن هذا المنطلق نظمت جمعية الكلية علوم الاجتماعية في جامعة الكويت معرض خاص للطلبة داخل وخارج الكلية بهدف التوعية، هدف توعية الطلبة ويمكن الطالبات أكثر، وأكيد حول هالموضوع. ومعانا اليوم بالاستديو راشد المطيري رئيس جمعية كلية العلوم الاجتماعية. صباحك الله بالخير راشد. صباح الله بالنور، يعطيكم العافية على تسليط الضوء في البداية. حياك الله. وضيفتنا نوف القملاس مدير الاستراتيجي في شركة كان انترناشونال للخدمات الطبية. صباح الله بالخير. صباح النور وهلا ومرحبا وشكرا على حسن الضيافة. أكيد بالعكس، يمكن الموضوع جدا جميل أن احنا نشوف تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. فسؤالي لك راشد في البداية، لو تكلمنا عن فعلا كجهة أكاديمية وطبيعة الفعالية اللي سويتوها. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على حسن الضيافة وعلى تسليط الضوء خاصة على المجالات الأكاديمية اللي داخل أسوار الجامعة. في البداية احنا أول شيء فرحنا في التعاون مع القطاعات الخاصة. اليوم القطاعات الخاصة شوي شبه مظلومة في الساحة، في سوق العمل، في حتى مخرجات الطلبة في جامعة الكويت قليل ما يسلطون الضوء عليهم. عندنا احنا كليات كثيرة يمكن تخصص ولا تخصصين هم اللي يجهزون للقطاعات الحكومية. نعم. اما الباقي كلها قطاعات خاصة. فلله الحمد التعاون موجود، وهذه يمكن أول معرض تنظمه جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت للطلبة داخل وخارج أسوار الجامعة. أولا نسلط الضوء على القطاع الخاص، وهذا باب يعني مغفل عن جميع الأشخاص في الكويت أو أغلب الأشخاص في الكويت. ثانيا اللي توعي الطلبة نوعا ما عن مجالات وعن مميزات القطاع الخاص. نعم، شيء جميل أن يكون فيه يعني الهدف من الفعالية سويتوها أن فيها توعية واستفادة أيضا للطلبة. نعم. أكيد. نعم. نوف يعني شيء وايد حلو أن احنا نشوف جهة من القطاع الخاص فعلا داعمة لهالنوعية من الفعاليات، وخصوصا احنا قاعد نتكلم عن طلبة وطالبات وبالأخص نتكلم في المجال الطبي والتغذية، فلو تكلمونا عن ذلك. أول شيء بسم الله وبه نستعين. طبعا حب أعرف أول شيء عن شركة كان انترناشونال للخدمات الطبية. طبعا هي شركة تأسست سنة 2015، وطبعا لله الحمد كانت باكورتها هي عيادة كان كلينك، اللي هي فعلا تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدة مجالات طبية. جميل. وكل له باع طويل في تخصصه ومجاله. فطبعا احنا كشركة وقطاع خاص مسؤوليتنا تقع في توعية المجتمع، وطبعا هذا ساعد ان لما جتنا دعوة من عن طريق جمعية كلية العلوم الاجتماعية ساعدنا صراحة، لان هذا مسؤوليتنا ان نوعي الطلبة والطالبات. جميل. في الصحة طبعا والتغذية والتكنولوجيا الجديدة اللي قاعد تحدث في الساحة من خلال التكنولوجيا الطبية والأجهزة الطبية. وأيضا الجراحات وتدخل الجراحات الجديدة اللي قاعدة تصير في القطاع الطبي. نعم، يعني جميل أكيد نوف أن أنتم كان الهدف أن تبتوعون الطلبة والطالبات، والهدف من هذا أن يتم اطلاعهم أكيد على التكنولوجيا وشنو قاعد يصير من تطور. فالتفاعل اللي صار راشد، يعني أنتم من هالفعالية كلها شفت تفاعل الطلبة والطالبات شلون كان؟ إحنا أولا أمس كان أول يوم في الفعالية. وللعلم احنا نؤمن بان الفعاليه راح يجيق عليها قبول، فخليناها لمده اسبوع كامل. هل اسبوع كله؟ اسبوع كله. تمام. فانا ادعو من هذا المنبر جميع طلبه جامعه الكويت، خاصه ان طلبه جامعه الكويت الشباب في يعني بشكل عام يشكلون 72% من المجتمع. فالخدمات اللي قاعد يقدمونهم الشركات والقطاعات الخاصه اللي احنا اللي موجوده في المعرض كلها خدمات ويعني الجهه المستهدفه اللي هي الشباب. فأنا أدعو من هذا المنبر أنكم تجون تزورونا في كلية العلوم الاجتماعية الأسبوع هذا كله. حياكم الله. بالنسبة للقبول والله الحمد، يعني يمكن الأستاذة نوف شافت القبول ما شاء الله، وخاصة أن القبول قاعد يتزايد في الأيام الجاية إن شاء الله. وإن شاء الله يعني تفاعلوا وياكم على الفعالية والله، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كان جيد يعني. جميل.
وبالنسبة حق البنات لو نتكلم عنه نوف، يعني شوفي أنا اللي شفتها أم صراحة يعني أكد لك 70% بنات أكثر من الشباب. دائما البنات يحبون يمكن هالمواضيع أكثر، عندهم اهتمام. شنو أكثر شيء البنات قاعد يسألون عنه؟ والله صراحة أكثر البنات يسألون طبعا ناهيتك عن التجميل يعني أكيد بالدرجة الأولى. بنات يحبون الزي طبعا الأسنان وأيضا أمراض السمنة، فهني دورنا صار عاد تدرين يعني تثقيف انتشرت بالساحة الأمور هذه. صحيح. التجميل وعمليات السمنة وأشياء وايد يعني. فعاد إحنا كدورنا كقطاع خاص نوعيهم ونوجههم بالاتجاه الصحيح وين يتجهون للأماكن الصحيحة. نعم. في الأمور التجميلية والأسنان والجراحات السمنة يعني. يعني هل من خلال الإقبال اللي شفتيه نوف شفتي فعلا يمكن في البعض عنده معلومات بسيطة لكن يجهل باقي الأمور، فحاولتوا أن أنتم ترفعون مستوى الوعي؟ نعم، في ناس وايد عندهم خصوصا الناس اللي فيهم هوس شديد في عمليات التجميل. نعم. عرفتي في يعني في ناس عندهم هوس كثير في عمليات التجميل. فدورنا نوجههم انه يعني مو انه ما يكون الهوس بطريقه سلبيه يعني. عرفتي قصدي يعني بطريقه سلبيه. نعم. ف يعني انا اللي اشوف تفاعلوا البنات وصار اقبال شديد وتوعيه لهم شديده يعني. حلو حلو جميل. راشد، الفعاليه والمعرض هذا مثل ما انت كنتوا بتخلونه يوم وخليته اسبوع. كان مبدئيا الفكره ايه؟ انه يكون معرض يوم عباره عن يوم صحي من الصبح الى العصر. من اول بدايه الصبح الى نهايه تقريبا العصر. نعم. ومع الاقبال مع هو اساسا احنا محددين من قبل ولكن لما اجتمعنا وطرحنا كذا فكره فقلنا الشركات اللي موجوده يعني كلها شركات مستهدفه للشباب، فئه الشباب، فخلها اسبوع تشوف يعني القبول. ولله الحمد انا متاكد ان يعني اول يوم القبول جيد ما شاء الله. ان شاء الله يصير اليوم شيء. خاصه ان عندنا يوم الاثنين والاربع بريك جامعي، البريك الجامعي من الساعه 12:30 الى الساعه 2:00، فالطلبه كلهم متفرغين ما حد عنده حد. شيء طبيعي انه راح يكون العموم موجود في المعرض. ان شاء الله. هل يعتبر المعرض ربحي راشد؟ اول شيء المعرض نشاطات من النشاطات اللي فيه من نشاطات جامعة الكويت بشكل عام. من شروطها ان انت ما يصير تبيع في اي نشاط، ما يصير في بيع. وجميع البوثات والشركات اللي موجوده ما قاعد تبيع، هذا رقم واحد. رقم اثنين من الاشياء المقدمه والمطروحه والشروط المتبادله ان الشركات اللي موجوده ما يكون هدفها ربحي، وكل بوث موجود في هذا المعرض قاعد يقدم خدمات للطلبه. جميل. اما عروض، اما انه يقدم عروض معينه يجي يستلمها في المعرض او في الشركه او في القطاع الخاص نفسه، او انه يوزع توزيع مجاني عن منتجاته اللي ممكن تفيد الطلبه. جميل. واكثرها توعيه من الشركات. يعني الشركات داخله ابدا ما فيها ربحيه. أي. يعني احنا هدفنا هو توعيه الطلبه والطالبات. أي. يعني بحيث توزيع البروشورات للتوعيه يعني هدفها التوعيه بالهدايا اللي تكون اغلبها كلها كتيبات وبروشورات لتوعيه الطلبه والطالبات في المجال الطبي والتغذية. نوف ذكرتي نقطة جدا مهمة ان انتم قاعد تحرصون ان يكون في وعي خصوصا مع كثرة العيادات والكل. نعم. قاعد مثل كل يوم تطلع عيادة جديدة وعروض وكل. نعم. هالامور هذه لو نتكلم عن القطاع الطبي بالكويت، هل تشوفين فعلا المستهلكين او الناس صار عندهم ثقة على كثر الطلب الكثير او العرض؟ خلينا نقول العرض صار اكثر يمكن من الطلب بعض المرات. القطاع الطبي بالقطاع الخاص ما شاء الله في تقدم خصوصا مع الأجهزة الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. نعم. الجديدة اللي موجودة وثقة الناس قاعد تزيد. انزين ليش؟ لأنه صار هذا يدلك أنه صار في توعية عن طريق القطاع الخاص قاعد نوعي الناس وخصوصا بعد مشاركة عافية. فصار في توعيه لان الاقبال الناس تبي خلاص عندي تامين الحين صح ابى اروح بيستفيدون منه بستفيد منه. فصار في توعيه زياده فالاقبال يعني بتقدم القطاع الخاص بتقدم في ناحيه يعني زادت ثقه الناس في العيادات بالعكس صار ما ليش؟ لان هذا يدلش على التوعيه. جميل. لما يصير في توعيه ويستفيدون
الناس من التأمين تشوف النتائج يمكن بعد تشوفون النتائج. نعم الحمد لله. جميل. راشد لو نتطرق لإدارة الكلية يعني دورها خلال هالفعاليات اللي سويتوها. توهقينا مع إدارة الكلية أنت. ليش؟ لا لا ما في شيء. يعني هل هي مثلا دعمت الفكرة يعني سهلت لكم الأمور في أن أنتم تقيمون هالنوع من الفعاليات داخل الكلية؟ أول شيء إدارة الكلية مشكورين على حسن التعاون صراحة، يعني كل ما نقولها في وجههم في قفاهم داعمة لجميع أنشطة الجمعية بشكل عام، لأن إذا قلت غير الكلام هذا راح يطردوني. لا 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 أكيد أنت قاعد تقول الصدق، وأكيد هم بينوا دعم لكم. بالعكس والله، بقيادة الدكتور حمود القشعان والله يعني شهادتي مجروحة فيه ما شاء الله. الحمد لله. فما شاء الله تبارك الرحمن، يعني جدا لأبعد حدود مع الدكتور جاسم العلي العميد المساعد لأبعد الحدود متعاونين الحمد لله، وخاصة في النشاطات يعني هم كلمتهم الأولى، أي شيء في فائدة للطلبة أنا قدامك. هذه الكلمة دائما أسمعها خاصة من الدكتور حمود قشعان ودكتور جاسم العلي، هم المخولين في إدارة الكلية دائما. فمشكورين من هذا المنبر يعني. الحمد لله الحمد لله لقيت الدعم من الإدارة. نوف كلمة أخيرة حابة توجهينها للطلبة أو الطالبات في خلال هالفعالية، رسالة حابة توصلينها. الفعالية صراحة فعالية جدا مفيدة، فأدعوهم أن يستمرون في الإقبال للمعرض ويستفيدون، لأن فعلا المعرض في استفادة كبيرة لهم راح تكون. فأتمنى منهم الإقبال إن شاء الله، ومشكورين ما قصرتوا على هالاستضافة. شرفتينا. راشد حابة توجه كلمة أخيرة للطلبة وطالبات الكلية أو لجامعة الكويت؟ أول شيء يعطيكم العافية على تسليط الضوء، ولا هي غريبة عليكم يعني دعم جميع المواهب، من المواهب الشبابية حتى تغطية وتسليط الضوء على جميع القطاعات. ثانيا ندعو جميع طلبة جامعة الكويت بكافة التخصصات بكافة المجالات أنهم يحضرون المعرض ويستفيدون من هذه المميزات اللي موجودة، يعني كثر ما هي على قولتك ربحية، كثر ما هي فيها مميزات كثيرة ممكن أن تستفيد حتى في حياتك اليومية بحكم الأشياء اللي موجودة في المعرض. فندعو جميع طلبة جامعة الكويت للمعرض هذا، وإن شاء الله أنه يكون معرض مشرف بقيادة الأخوان والأخوات اللي موجودين إن شاء الله. وإحنا أكيد نوجه طبعا رسالة لكل من متواجد في جامعة الكويت أو طلبتكم تروحون تمرون المعرض، لأن أكيد بس حبيت أقول فضل. أضيف كلمة روان معالج أمر، راح تكون في فعالية أيضا بتاريخ 13/4 في جامعة الخالدية إن شاء الله، كلية العلوم. كلية العلوم. ونفس نفس المحتوى ونفس الموضوع. جميل. علشان نغطي طبعا اللي بالشويخ والخالدية، خلصوا كيفان الشويخ ورايحين خالدية إن شاء الله. فيكم الخير والبركة. أكيد شكرا لتواجد كل من ضيوفنا، راشد المطيري رئيس جمعية كلية العلوم الاجتماعية، حياك الله يا راشد. وبنفس الوقت نوجه نفس التحية لنوف القملاس مدير استراتيجي في شركة كانن انترناشونال للخدمات الطبية على وجودهم اليوم وتشريفهم لنا. كل الله. التوفيق لكم في هذه الفعالية. شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.